ولذلك لما أخذ هذا الكلام لابن حزم قال: ومن قال لكم بأنهم مسلمون؟ يعني من يقول هذا الكلام ليس بمسلم أصلا، فكيف تنسبونه إلى الإسلام؟ على أي حال هم أنفسهم الشيعة الاثنى عشرية مختلفون في هذا. الأمر الثاني، أنت إذا ذهبت إلى إيران في أي زمان تم كنت ستجد المصحف الذي بين يديك هو الذي يقرأ هناك، فهمتوا شباب؟ لكن دعوى النقص والزيادة هذه فيما بينهم في الخلفية، لكن هذا ليس مظهرا ولا معلنا، بل أنت إذا صليت في مسجد من مساجد الاثنى عشرية ستجده يقرأ في الصلاة بالمصحف الذي معك، ولو استمعت إلى ختمة في رمضان ستستمع إلى المصحف الذي معك. فحتى هذه الدعاوى دعاوى خفية، يعني تدار من تحت الترابيزة كما يقولون، ليست معلنة. وعلى أي حال حتى ولو قالوها هم عندنا ليسوا بحجة. لكن هنا يبقى سؤال: هل نحن نكفر الاثنى عشرية؟ أما الرموز والعلماء فهم في معتقدنا كفار، الرموز والعلماء في معتقدنا كفار لأنهم يعلمون ومع ذلك يخالفون، أما العوام فنحن نعذرهم بجهلهم. فهمتوا شباب؟ العوام ماذا؟ نعذرهم بجهلهم. وهناك رأي آخر أننا أيضا لن نكفر هؤلاء إلا أن نقيم عليهم الحجة، لأن بعض العلماء منهم إذا تبين له الحق يعود. خلاص؟ وقد تبرأ من هذا المذهب الاثنى عشرية كثير من الشيعة العلماء عندهم. على أي حال يقول الإمام رحمه الله: بل نحن إذا نظرنا إلى شهادة الغربيين أنفسهم ستجد أنهم مقرون بصدق ما بين أيدينا، يعني الغربيين أنفسهم. وهنا في الحقيقة أنا أريد قبل أن نبدأ في طرح الشيخ، لأن الشيخ رحمه الله كان طرحه فريدا، يعني قبل أن نبدأ في طرح الشيخ لابد أن تسيء الظن بغير المسلم إن كتب عن الإسلام. هذه قاعدة يا شباب، هذه قاعدة في قراءاتك للمباحث أو الأبحاث التي كتبت عن الإسلام، لا بد أول قاعدة سيء الظن، أسيء الظن بمن يكتب عن الإسلام يمدحه من غير المسلمين. لماذا؟ لأن القرآن الكريم أخبر بهذا، وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لماذا؟ لعلهم يرجعون. فهذه قد تكون ماذا يا شباب؟ خدعة، يمدح ثم يذم. ولو كان المدح يخرج من قلبه ها، فلماذا لم يتبع الإسلام؟ ما الذي منعه طالما أنه مصدق لهذا؟ لكن هذا لا يمنعنا أبدا يا شباب، وهذه القاعدة الثانية، من الإنصاف. ليسوا سواء، لأن هناك أشخاص قد لا يؤمنون إيمانا مطلقا بما تقول، لكنهم يصدقونك في صحة ونسبة هذا الكتاب لصاحبه صلى الله عليه وسلم. يعني هم يقولون: نعم، نحن بالواقع والاختبارات والأدلة والبراهين والحجج العقلية المستقيمة نرى أن هذا الكتاب متطابق تمام المطابقة مع الكتاب الذي كان عند محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما الذي يدفعه إليه؟ قد لا يدفعه الإيمان، إنما يدفعه الإنصاف، والقرآن الكريم أخبر بهذا فقال: ليسوا سواء. خلاص شباب، يبقى هما قاعدتان لتلقي ماذا؟ لتلقي خطابات غير المسلمين. لذلك الشيخ رحمه الله يقول: شهادة الغربيين عن صحة القرآن في عصور الإسلام كلها. يقول: وأكد لوبولو أن القرآن هو اليوم الكتاب الرباني الوحيد الذي ليس فيه أي تغيير يذكر. هذه شهادة قوية، ليس فيه أي تغيير يذكر. وقال: كتاب ماذا؟ رباني. يقول أحدهم: لماذا لم يؤمن إذن؟ قد يقول كتاب رباني لكنه نزل للعرب فقط، فهمتوا شباب؟ قد يقول هذا، قد يتأول هذا، قد يقول: نعم أؤمن بهذا الكتاب بأنه من عند الله
لكنه نزل لإيمان هؤلاء فقط ليس لي. يعني نحن لا نقبل هذا المبرر، وهو يعامل عندنا معاملة الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. خلاص، فالأمر قد قضي، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. خلاص شباب. يقول وموير أيضا: إن المصحف الذي جمعه عثمان قد تواتر انتقاله من يد ليد. هذه كلمة قوية، قد تواتر، حد التواتر، يعني خلاص يستحيل الكذب. يعني أنت شباب، التواتر معناه ماذا؟ استحالة الكذب. يقول: إن القرآن المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله تعالى عنه قد تواتر انتقاله بين من يد ليد حتى وصل إلينا بدون أي تحريف. خلاص يبقى قضي الأمر. ثم يقول: ولقد حفظ بعناية شديدة من أي تغيير يطرأ عليه. خلاص، لم تصبه يد التغيير، بل إننا نستطيع أن نقول إنه لم يطرأ عليه أي تغيير على الإطلاق في النسخ التي لا حصر لها، ومتداولة في البلاد الإسلامية الواسعة، فلم يوجد إلا قرآن واحد لجميع الفرق الإسلامية المتنازعة، حتى الشيعة الاثنى عشرية كما قلت لكم، المصحف الذي يطبع عندهم. خلاص شباب، مع اختلاف العقائد فيما بيننا وبينهم. ثم يقول: وهذا الاستعمال الإجماعي، استعمال ماذا؟ إجماعي لنفس النص المقبول من الجميع حتى اليوم، يعد أكبر حجة ودليل على صحة النص المنزل الموجود معنا، والذي يرجع إلى الخليفة عثمان الذي مات مقتولا. الشيخ رحمه الله فطن. هذه الكلمة من هذا المستشرق، الكلمة الأخيرة موهمة. هو يقول: هذا المصحف الذي يرجع إلى من؟ عثمان. يبقى إذن هو أثبت صحة النسخ التي بين أيدينا، من أيدينا إلى من؟ إلى عثمان. أما ما فوقها هذه قد تكون محل خلاف. فأنتوا شباب ركزوا في هذه الجمل، هذا المستشرق قد يكون هذا. الشيخ رحمه الله يقول تصحيح، انظروا، تصحيح، ويقف مع هذه الوقف. يقول جملته الأخيرة مهمة بماذا؟ بأنه قد يقر بأن المصحف منسوب من عثمان إلينا صحيح، لكن هل ما فوق عثمان إلى رب العالمين هل عنده صحيح؟ فيقول الشيخ: وهذا الحكم الذي يمتاز بنزاهة تاريخية لا مثيل لها يحتاج إلى تصحيح. وهذا مهم يا شباب، لابد أن تقرأ بعين النقد، أن تقرأ بماذا؟ بعين النقد، خصوصا وأنت تقرأ لمن؟ لخصمك. أنت لا تقرأ لواحد من بني جنسك، ولا من أهل لغتك، ولا من أتباع دينك، إنما تقرأ لخصمك، فلا بد أن تكون متحفزا. لماذا؟ الألفاظ المحتملة لا بد أن تقف معها. فلو أن هذا الرجل يقول، انظروا، يرجع هذا المصحف إلى محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص انتهى الأمر. لكن قوله إلى عثمان، قد يقول: نحن نثق أن ما وصل من عثمان إلينا هو صحيح، لكن وهل نسخ عثمان كل المصحف؟ هذه المشكلة. فوقف الشيخ رحمه الله يقول: فإنه يحتاج أن نقف معه من ناحيتين، من ناحية النقص. لماذا؟ لأنه يرجع النص القرآني الموجود بين أيدينا إلى الخليفة عثمان، وهذا ليس، انظروا يا شباب، وعثمان لم يقم إلا بنشر المخطوط في عهد أبي بكر. قد تكون هذه الكلمة، وأنا أقول هذا يا شباب، قد تكون هذه الكلمة من هذا الرجل غير معنية، لأن عثمان كما، وهناك خلاف، هل عثمان أثبت المصحف بالأحرف السبعة أم أنه أثبتها بالإيه؟ بحرف واحد. الإمام الطبري رأى أن عثمان كتب المصاحف بماذا؟ بحرف واحد، وهذا الذي اختاره الدكتور فهد الرومي وكثير من مدرسة إخواننا في السعودية الآن، يأخذون بهذا القول بأن عثمان كتب ماذا؟ المصحف على حرف واحد.
وهذه أيضا مدرسة موجودة في مصر بكثرة لكن وسط المتخصصين في التفسير وعلوم القرآن. أما المتخصصون في القراءات فهم يأخذون بمذهب ابن الجزر رحمه الله أن المصاحف كتبت بالأحرف السبعة. فهمت يا شباب؟ فهما مدرستان، والخلاف محتمل. الخلاف ماذا؟ محتمل. وأدلة كل فريق قوية، خلاص. لكن الكتاب المقرر عليكم كتاب دكتور فهد الرومي، يرى أن عثمان رضي الله تعالى عنه ماذا؟ جمع المصاحف على حرف واحد، وأن المسلمين اليوم يقرؤون على حرف واحد. خلاص يا شباب؟